وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الصوت الحسن بالقرآن، كان يستمع إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يصلي بالليل، لأن الله أعطاه صوتا حسنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع له. وأمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه وهو يسمع، قرأ عليه أول سورة النساء، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. فهو صلى الله عليه وسلم يحب الصوت الحسن بالقرآن، وهو الصوت الحسن نعمة من الله عز وجل. نعم.